عقل الرجل بكامله لا يساوي شيئا مقارنة بعاطفة المرأة. خفض المرأة لصوتها يعني أنها تريد شيئا منك، أما علو صوتها فهي لن تأخذ منك شيئا. الحب بالنسبة للمرأة تاريخ، ولكنه حادث عابر بالنسبة للرجل. المرأة تتزوج لتجربة شيء جديد، والرجل ليشعر بالراحة، وفي الغالب يندم الاثنين بعد ذلك. ليس هناك امرأة ضعيفة في العالم، ولكن لكل منهن قدر مختلف من القوة. قوة المرأة هي قوة داخلية وليس قوة جسدية كالرجل. قوة المرأة ليست في قدرتها على السيطرة على الرجال، ولكن في قدرتها على أن تصنع رجال أقوياء. وهناك أيضا من العبارات التحفيزية للمرأة في الدراسة والعمل: أنت سيدتي إنسانة عظيمة، أثبتي هذا لنفسك دائما ولا تهتمين بالآخرين، كوني على ثقة وقدر عالي ولا تسعي إلى غير طريق القمة، وكوني دائما في الأمام بالتوفيق من الله. الإرهاق يذهب والاجتهاد يبقى جميل. ومن الأنفع عندما تستثمرين الوقت وتدركين أهمية القيمة الخاصة به وكيفية استغلاله لتحقيق نجاح عظيم. اجتهدي في الأعمال الشاقة، عندما تصبح سهلة فإن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة.